أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خلاف الظاهرية يحرم إجماع أهل السنة؟ ما هو الظاهر؟ لا، ما يحرم إجماع. هم أهل السنة، ما يقال أنهم هم أهل السنة، هم أهل السنة، لكن عندهم رأي وهو العمل بالظاهر وعدم القول بالقياس، خالفوا فيه ولا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم، لكن ما يقال أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم.